ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، وخلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده هنتكلم عن سمارت ووتش شيك جدا، فيتنس تراكر شيك جدا، تقدر ان انت تلبسها في الجيم، تقدر ان انت تلبسها في فرحك، ده لو هتتجوز يعني. المهم، الساعه بتاعتنا النهارده هي اللي انا لابسها دي. هسيبكم 3 ثواني تحذروا وتفزروا. 1 2 3. هتقولوا هايلو ولا ايمي لاب؟ الهايلو سولر، الموديل الدائري مش الموديل المربع. نقدر نقول ان هايلو دي شركه منبثقه من شركه شاومي، زي بالظبط الايمي لاب، شركه كمان شياومي. كل الشركات دي تحت مظله شاومي، كلهم ساعات اصليه بضمان وجوده ممتازين جدا جدا جدا، واهم حاجه قيمه مقابل سعر ممتازه، هنتكلم عنها بالتفصيل داخل الريفيو دي. وقبل ما نخش في الريفيو بتفاصيله، خلينا اقول لكم ان اللي بعت لي الساعه دي هي 3M Stores. البيج دي عندها فعلا كل الساعات اللي انت ممكن تتخيل، اللي في الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه، اقل من 1000 جنيه واكتر بشويه من ال 1000 جنيه، وباحسن سعر في مصر. قولوا لهم بس ان انت تبع احمد سامح ريفيوز، وهيعملوا معاكم الواجب والزياده. فخلينا نخش بقى في الموضوع. زي ما عودناكم هنقسم الريفيو دي الى اجزاء، وهنبدا بالانبوكسنج. تعالوا نبدا الانبوكسنج بتاع الهايلو سول، احسن قيمه مقابل سعر، والشبيهه بتاعت الايميلات. زي ما انتم شايفين كده ان هي 30 يوم من البطاريه، وعندك 12 سبورت مود وميتال بادي. التصميم بتاعها شيك وحلو جدا، وعندك كمان ان انت تقدر تتابع النوم بتاعك والاول داي هارت مونيتور. وما تنساش ان انت لازم تشحنها ب5 واط فقط، مش اكتر من كده. تعالوا نشوف بقى ايه محتويات العلبه اللي موجوده جواها. جاست الساعه اللي موجوده هنا، والرابر ده، وكتاب التعليمات الصغير اللطيف ده، وفقط الشاحن. يعني مفيش حتى استراب تاني، يعني هو فقط كده. ده اسرع انبوكسنج تقريبا شفتوه في حياتكم، وشفتوه على القناه، او تاني واحد بعد الايميلات تقريبا. بعد ما خلصنا الانبوكسنج، خلينا نتكلم شويه عن التصميم والماتيريال. التصميم بتاعها شيك جدا وجذاب وعملي، وده يرجع ان الشاشه بتاعتها حلوه، وفي نفس الوقت متغطيه باطار معدني بيحميها من الصدمات لا قدر الله. دي ميزه حلوه جدا مش موجوده في ساعات كتير، من غير حتى ما تحط عليها سكرين بروتكت. وفي فقط زرار واحد زي ما انتم شايفين هنا، وبرده خلينا ان احنا نبص بالتفصيل على الساعه عن قرب. خلينا بقى نخش على التصميم والماتيريال، ولكن قبل ما نخش على التصميم او الماتيريال، الساعه ما بتفتحش غير لما انا اعمل ساين ان للابلكيشن. خلينا ننزل الابلكيشن مع بعض، وتعالوا نشوف الماتيريال بتاعتها عامله ازاي. ده كل ده معدن، ولكن الازاز زي ما انتم شايفين كده هو صغير، مش كيرفت 3 دي بلس، وده افضل للحمايه بتاعت الشاشه نفسها. الشاشه 1.3، وحجم الساعه ذات نفسها 45 مللي، ده حجم كويس جدا. برضو التخانه تقريبا 12 مللي، ودي رفيعه ومريحه. بالاضافه كمان ان الستيك خامته كويسه جدا وقويه، و22 مللي تقدر ان انت تغيره باي استيك من عند الساعات، مش لازم يكون كمان بتاع سمارت ووتش. بعد ما خلصنا التصميم، خلينا نخش على الشاشه. الشاشه بتاعتها تي اف تي، الريزولوشن بتاعتها كويس، 240 في 240، مناسب لحجم الشاشه دي اللي هي 1.3. خلينا برضو نبص على الاورد. بالنسبه للشاشه، فهي الشاشه بتاعتها تي اف تي، والريزولوشن بتاعتها 240 في 240. انا عايز افتح خلاص الساعه عشان اوريها لكم بتكون عامله ازاي. انا كده عملت كونكشن من على الموبايل. تعالوا نشوف بقى الابلكيشن ذات نفسه، وبكده نكون عملنا كل الاعدادات وادينا له كل البرميشنز. تعالوا نشوف ازاي بقى بيعمل كونكشن معاه. يس، الفيرجن بتاعها قوي جدا، انا لاحظته. كونكتد سكسسفلي، كونفيرم. يبقى انا كده فيرم وير از ابديتنج كمان، ودي حاجه لذيذه جدا. زي ما انتم شايفين كده الشاشه بتاعته قويه، الشاشه بتاعته حلوه جدا، القوائم بتاعتها سهله، الالوان بتاعتها كويسه جدا، حتى الاسود لطيف، والريزوليوشن 240 في 240 مش افضل حاجه، ولكن كويسه في الفئه السعريه دي. وده ابديتد زي ما انتم شايفين، يبقى احنا كده جاهزين للشغل. نتكلم بقى شويه عن المميزات. المميزات بتاع الساعه كتير، تقدر ان انت كمان تشوف فيها الويزر، بس للاسف ما بتدعمش العربي. ده تقريبا العيب الوحيد اللي موجود في الساعه كلها. لو انت مش فارق معاك العربي مش هتفرق، جيبها واتكل على الله، فهي قيمه مقابل سعر ممتازه جدا. حاجه لطيفه جدا ان هي معزوله ضد الميه والتراب بمعماريه IP68، اللي بتخليك تتوضى وتستحمى بيها عادي خالص، تقدر ان انت تنام وتصحى بيها بمنتهى السهوله. وده نتيجه ان فيها سليبنج تراكر يقدر ان هو يحسب ساعات نومك بالظبط، وده يرجع ان هي رفيعه
نفس الوقت خفيفة وسهلة. هي سهلة فعلا، سهلة في التعامل وسهلة في الشيل والحط، مش تحس ان انت لابس ساعة. تقدر ان انت تشوف مين اللي بيتصل عليك، بس هتقدر فقط ان انت تدوس كنسل، مش هتقدر ان انت ترد عليها، وده يرجع ان ما فيهاش اصلا سبيكر. الفايبريشن بتاعها كويس، وخلينا برضو نبص بالتفصيل، وخلينا برضو نبص عليها من... تعالوا نخش على المميزات بتاعتها. البلوتوث بتاعها 5.0، وده ستيبل جدا، هترتاح جدا وانت فعلا بتستخدمه. IP68 ده طبعا للطرطشه والاستحمام والحاجات الخفيفه جدا، ما تقدرش ان انت تنزل بيها البحر، مريحه في الاستخدام جدا جدا، ما تقدرش ان انت ترد على المكالمات، ولكن تقدر ان انت تشوف مين المتصل وتقدر ان انت تكنسل علي. تعالوا نشوف القوائم عامله ازاي. تقدر ان انت تفايند ماي فون، بيرن اهو زي ما انتم شايفين او زي ما انتم سامعين، والبرايتنس زي ما انتم شايفين، دونت ديسترب، والسيتنجز، واتش فيسز عندك 11 واتش فيس، 5 على الساعه او 6 على الساعه، والباقي على الابلكيشن. تقدر ان انت كمان البرايتنس تتحكم فيها، الاباوت، الباور اوف، والريسيت، ومن هنا كده هتعرف ان هو كونكتد مع الموبايل. تعالوا ننزل لتحت، في شويه حاجات نفس بالظبط القوائم بتاعت الايه، الامي لاب الKW66، بكل حاجه، الستبس والكيلو كالوريز وكل حاجه. وهنا الهارت ريت هنقيسها كمان شويه مع بعض، والسبورت مودز في عندك 12 سبورت مود زي ما انتم شايفين كده، حاجات لذيذه مش تحتاج اكتر منها. طيب والسليب والويزر، هنا من الحاجات المهمه جدا ان هنا في ويزر، في الامي لاب ما فيهاش ويزر، فدي يعني من احد المميزات. سليب تراكر هنا النوتيفيكيشن، هنا ما فيهاش عربي، الثانيه فيها عربي. وهنا في ميوزك سيتنجز زي ما انتم شايفين كده، تقدر تسكيب او تريزيوم الميوزك. هنا تشوف في ستوب ووتش، الحاجات اللي هي الاساسيه اللي موجوده في اي ساعه سمارت او مش سمارت. هنا بريس تريننج، تقدر ان انت تخليك ريلاكس شويه لو انت متوتر. واحنا كده نوصل لسيتنجز ثانيه، تعالوا نرجع تاني نشوف ايه اللي موجود هنا ونقيس دقات القلب. هنا النوم، هنا الويزر، هنا البريز، ونرجع تاني تعالوا نشوف دقات القلب عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين كده، عايزين نقارنه بالموبايل. دقات القلب بتقول ان هي 80، خلينا نشوف 86، 84. هو عالي كده ليه؟ هو كان مظبوط. هنجرب مره كمان تقريبا عشان كان واسع، هي تقريبا هنا 84، هنا 87. تعالوا نجرب مره كمان برضو عشان ما يبقاش في اي مشكله، بس انا متاكد ان هي هتكون قياساتها مظبوطه ودقيقه وسريعة لو تلاحظوا. طيب احنا كده قريبين جدا من بعض، فرق تقريبا 1 ولا 2، وده نتيجة مقبولة جدا جدا. بالنسبة للبطارية، البطارية بتاعتها 340 ملي امبير، وده يديك شغل 12 ل 15 يوم لو انت موصلها بالبلوتوث، ولو مش موصلها بتديك لحد 30 يوم، وده رقم كويس جدا مش تحتاج ان انت تزود عن كده. تعالوا بقى نشوف الابليكيشن بينستول ازاي زي ما شفنا يعني، ولكن هنشوف ايه المميزات بتاعت الابلكيشن ومدى سهولته عامله ازاي. تعالوا نشوف الابلكيشن زي ما شفتوا احنا نزلناه ازاي. زي ما انتم شايفين كده في اونلاين واتش بليت لطيفه جدا، زي ما انتم شايفين كده احنا حاولنا ان احنا نصور اي صوره من على المكتب. حلو جدا، احنا كده خلصنا. تقدر ان انت تتحكم في اللون بتاع الايه، الساعه ذات نفسها زي ما انتم شايفين. دايل سينك زي ما انتم شايفين كده، احنا بنحاول ان احنا نوصل الخلفيه اللي احنا عملناها بالساعه ذات نفسها، ودي من المميزات اللطيفه جدا. على الواتش فيسز يعتبر كبير ومرضي، مش تحتاج اكتر منه بما انك واخد الساعه دي جاست عشان انت راجل افكتيف. طيب احنا كده خلصنا، تعالوا نشوفه. جميله جدا، عمل سينكينج في وقت قليل، مفيش حاجه اسمها هيلث مونيتور عندهم. هارت ريت مسج زي ما انتم شايفين كده، لا سماح سماح، كونفيرم. عندك كذا ابلكيشن تقدر ان انت تختار منه الحاجه اللي انت عايز تجيلك منها نوتيفيكيشن بمنظر لطيف جدا. انكومينج كول نوتس، سماح سماح، كل حاجه سماح. ديوريشن اوف سكرين 5 سكندز، نخليها مثلا 15 سكندز. والتايم فورمات يا اما 12 يا اما 24. ويذر سينكرونايزيشن، ودي لطيفه جدا، من المميزات اللطيفه في الساعه الرخيصه دي. احنا كده 24 درجه سيليزيوس، ابلكيشن لطيف، ابلكيشن خفيف، ساعه لطيفه، ساعه ظريفه. نقدر ان احنا نقول كده ان احنا خلصنا الابلكيشن. تعالوا نرجع الى الاستوديو وبس كده، الريفيو خلص بس الكلام لسه ما خلص. تقدر ان انت تكمل المكالمه. تعالوا نقول سريعا كده ايه المميزات بتاعتها وايه العيوب. التصميم بتاعها حلو جدا، تقدر ان انت تشوف مين اللي بيتصل من عليها. البطاريه بتاعتها تقعد لحد 15 يوم، تتشحن فقط في ساعتين. الواتش فيسز بتاعتها كويسه وشيك، تناسب كل المناسبات بتاعتك. الاستراب بتاعها 22 مللي، تقدر ان انت تشيله وتحط مكانه حاجه كلاسيك او معدن. IP68 وده معزول ضد الميه والتراب. فيها تمرين للتنفس عشان تهدى،
ايوه ريلاكس. تصميم بتاعها شيك وجذاب، ينفع لكل المناسبات. سنسور بتاع دقات القلب دقيق وفعلا ممكن ان انت تعتمد عليه، ولكن طبعا في الحاجات الطبيه ما ينفعش. وساعه اصليه من شركه شاومي. وبس كده، حبيت ان انا افكركم بس ان الساعه دي من 3M ستورز، ودي فعلا افضل بيدج بتقدم ساعات ذكيه في الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه، وكمان ايربودز لاسلكيه جميع الرنجات وجميع المميزات. اللينك بتاعهم في الديسكريبشن، ما تنسوش تعملوا لهم لايك وتعملوا لنا سبسكرايب ولايك برضو وكومنت، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتشوفوا الفيديوهات الجايه، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.